طيب احنا شفنا في القسم الاول اللي هو يعني اخذنا انتدكشن كيف بيشتغل الام في سي، كيف الراوتنج بشكل اساسي. هلا بنكمل كيف بيشتغل الام في سي كورك فلو. يعني انت اول شيء احنا بنحكي الام في سي اذا ويب فريم ورك، فبنتعامل مع ويب فريم ورك. طلبت هاي الصفحه، خلينا ناخذ مثلا هاي الصفحه، طلبت انت هاي الصفحه. بس احنا اول شيء زي ما شفنا بنروح على وين؟ على الكنترولر. الكنترولر بياخذنا على الاكشن. الاكشن وين بياخذنا؟ على فيو هاي في الجنرال. فبروح على وين اول شيء؟ على الابلكيشن، بطلب كنترول اسمه هوم. الهوم بياخذني على اكشن، هاي الكنترول اسمه هوم. الهوم بياخذني على اكشن اسمه ايش؟ اندكس او اسمه مور او اباوت. هسا الاباوت هاي بطلب، انا بعمل ريتيرن لفيو، يعني هي اكشن بس بعمل ريتيرن لفيو. ايش الفيو اللي بعمل له ريتيرن؟ هو عباره عن فيو ام في سي اتش تي ام ال فيو. فبتروح على الكنترول اسمه هوم، الصفحه اللي اسمها اباوت، برجع انا هذا، يعني هذا اتش تي ام ال انا برجعه في الفيو. كل هاي الصفحه شايفينها، هاي بترجع عندي ك اتش تي ام ال، ترجع عندي في الفيو، فهو برجع اتش تي ام ال. فعشان هيك انا بشوف هون عندي اتش تي ام ال. تمام، بساطة جدا. هل ممكن ارجع اتش تي ام ال؟ نعم برجع ممكن ارجع تكست فايل، ممكن ارجع صورة، ممكن ارجع جيسون، ممكن ارجع تكست، ممكن ارجع وات ايفر يو وانت. يعني مش انه بس اتش تي ام ال، فهي مش بس اتش تي ام ال، بقدر ارجع اي شيء بدي اياه. تمام، هسا هاي بشكل عام كيف بيشتغل، يعني بنادي الكنترول، بنادي الاندكس، بنادي الفيو. لكن الام في سي في عندي شيء قبل هيك بيشتغل على شيء بسموه فرونت كنترول اركتكتشر. انا ببعث الريكوست، الريكوست هاي بتنبعث لفرونت كنترولر. الفرونت كنترولر هذا في شيء بسموه راوتنج تيبل، راوت تيبل. بعدين في شيء بسموه اوثورايزيشن، اوثورايزيشن. بعدين بروح على الكنترولر، يعني هي مش مباشره بروح على الكنترولر. انا في عندي شغلات قبل ما اروح على الكنترولر، في عندي اللي هو الفرونت الراوت تيبل، وفي عندي شيء اسمه ايش؟ اثنتيكيشن تيبل. اثنتيكيشن الابلكيشن وين موجود هذا الشيء؟ او بكون مخزن، بكون مخزن داخل الاب ستار. هون في عندي اوثنتيكيشن كونفيجريشن، زي ما شايفين هون فيش عندي اي نوع من الاوثنتيكيشن. هون عامل في عندي راوتنج كونفيجريشن، هاي بروح على الراوت، عشان هيك هو بروح على الراوت، ومن الراوت باخذك على الكنترول. هسا في عندي شيء هون في الفرونت كنترولر اسمه جلوبال دوت اي، اللي هي هاي موجوده هون، مش جلوبال دوت اي اس اي اكس. هاي اول شيء بتنطلب في الابلكيشن، يعني اول شيء بنطلب في الابلكيشن اللي هو هاي الفايل، او هاي الابلكيشن ستار او ستارت اب او الدرايفر بتاع الويب ابلكيشن. موجوده وين؟ في داخل الجلوبال اي اس اي اكس. ايش هي نوعها؟ نوعها اتش تي تي بي ابلكيشن. ايش بكون فيها فانكشن؟ اللي هو زي كيف الاندرويد اون كرييت وفي الاكتيفيتي. انا عندي هون في الابلكيشن ايش؟ ابلكيشن ستار، وزي انت مين يعني. بدخل بعمل ريجستر اول ارياز، بعمل انيشاليزيشن للداتا بيس، بعمل ويب كونفيجريشن، بنادي الكونفيجريشن تاعهم مين؟ جلوبال كونفيجريشن. بنادي بعمل انيبل الفلتر، في عندي شيء اسمه فلتر. هاي كلها وين؟ جوا الابلكيشن ستار، اللي هو بنسميه يعني الجنرال تيرم له، اللي هو الفرونت كنترول. بعمل للكونفيجريشن، راوت كونفيجريشن بعمل لود، بعمل لود للبندل، بعمل لود للاثنتيكيشن. بعدين بروح بعمل ستارت للكنترول. انا يعني شايف كل هذا الفلو اللي بمشي، بعدين بتنادى الكنترول. تمام، طيب هسا
هاي هو الفلو، يعني كل واحدة منهم، كل واحدة من هذول لها كونفيجريشن ولها معنى في الام بي سي، وكل واحدة ممكن تصلها وتعدل عليها. طيب في كمان ويب اي بي اي كونفيجريشن، هاي برضو اتس بارت اوف كونفيجريشن، هاي لها راوتينج خصوصي كمان. يعني انا بجي بحكي لك ويب اي بي اي كونفيج، ايش الويب اي بي اي؟ في عندي في الام بي سي شيء بسموه سيرفيس اي بي اي او كنترولر اي بي اي، اللي هي الويب سيرفيس. انت بدك تتعامل مع سيرفيس، انت مرات بيكون عندك سيستم ضخم بدك تعمل له اي بي ايز، بس الاي بي ايز بتكونش لكل الابلكيشن فيتشر، بتكون لفيتشر مثلا مرات محدده من الابلكيشن. فانا ايش باجي على السيرفيس اي بي اي او ويب اي بي اي اللي هي مدعومه في الام بي سي، بعملها انيبل. طبعا لها راوتنج خصوصي، احنا بنحكي ويب اي بي اي كونفيج، هاي لها راوتنج، لها راوتنج خصوصي. في عندي هون مثلا ديفولت اي بي اي، في عندي اي بي اي كنترولر اي دي، ايش معناها؟ يعني في عندك اي بي اي سيرفيس بتنادي كنترولر، بتنادي اي دي محدد في داخل هذا الكنترولر. يعني لو شو ناخذ مثال، بدي اجي اعمل لك، بدي اجي اعمل لك ويب اي بي اي، تيجي بتعمل هون كنترولر جديد، اد كنترولر، كنترولر هذا شو بتعطيه؟ كنترولر هذا بتعطيه ايش نوعه؟ اي بي اي كنترول، تعطيه كونتكست، تعطيه كونتكست وبتعطيه موديل. بروح هو ايش بيعمل لك؟ بيعمل لك اي بي اي كنترول. عشان تنادي شو بتساوي؟ تروح هون تحكي اي بي اي، تعطيه مثلا اسم الكنترول، مثلا سيرفيس اسم الكنترول. السيرفيس هاي بدي اروح انادي مثلا فيها، اعطيها مثلا اي دي 5. هسا اسم الاي بي اي خلينا نسميها مثلا جيت يوزر اي دي، مثلا اسم السيرفيس، هاي اسم السيرفيس، بعطيها 5. شو بتروح ترجع لي؟ الاي دي، بتروح بترجع لي اليوزر اي دي لليوزر رقم 5 او كونفيجريشن لليوزر رقم 5 مثلا. كيف وين معرفه؟ هاي معرفه بالراوتينج، هي اي بي اي تاخذ كنترول تاخذ اي دي. برضو هاي it's another example of using MVC for web API. هسا في طريقتين لاستخدام الويب سيرفيس، اني اروح اعرف API controller او اني استخدم الكنترول نفسه. يعني اجي مثلا هون عندي هوم كنترولر، اجي احكي لك هاي الاكشن، مش هي عباره عن اكشن، الاكشن هذا نفسه بدي احوله ل API، مش هو اكشن برجع له HTML. فهذا الاكشن بديش اخليه يرجع HTML، خليه يرجع JSON. وفي عندي مثلاً configuration إيش اسمه JSON result، راح نشوفها later on، بس إنه هاي طريقتين شغل في السيرفيس. طيب خلنا يعني نظرة سريعة على الكنترول، على الفلو. بنشوف الدرس الجاي كيف نتعامل مع الموديل، كيف نتعامل مع الفيو، كيف نتعامل مع الكنترول، كيف يعني نعمل الكنترول نشبكه مع فيو، نشبكه مع موديل. تمام؟ طيب.